التفكير عملية أساسية جدا في حياتنا، بتساعدنا على تعلم الخبرات من الماضي والاستفادة منه وفهم الواقع وتحليله واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل. لكن في بعض الأحيان وبتحصل لكتير مننا إننا بنفكر بس بزيادة قوي لدرجة بنبقى مصابين بالتفكير المفرط الـ overthinking. مش بنعمل غير إننا بنفكر وبس، بنفكر لوقت طويل قوي في حاجة معينة سواء حصل في الماضي أو قرار عايز نتخذه في الحاضر أو قلق من المستقبل بدون ما نعمل أي فعل بناء على التفكير ده كله. تعالوا نسأل شوية أسئلة، هل دي حاجة مفيدة؟ إيه الأسباب اللي ممكن تخلينا نفكر كتير؟ لو دي عقبة في حياتنا إزاي إن احنا نواجهها ونتغلب عليها؟ ممكن البعض يفتكر إن دي حاجة مفيدة وبتخليه يفكر بشكل أفضل وعشان بيفكر أكتر من غيره بكتير، لكن لا، التفكير المفرط ممكن يبقى سبب لمشاكل كتير، ممكن لا قدر الله يتسبب في مشاكل سواء للعقل او حتى الجسد. امراض كتير زي السكر، الضغط، تلف خلايا المخ، الزهايمر، اضطرابات نفسية وجسدية ممكن يبقى سببها التفكير المفرط. طيب نيجي لتاني سؤال، وهو ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي بينا للمشكلة دي وتخلينا نفكر كتير؟ زي ما قلنا سابقا ان ده بينحصر في تلات اسباب. اولا التفكير في الماضي عن بعض القرارات الخاطئة اللي انت عملتها، وتقعد تقول لنفسك يا ريتني كنت عملت كذا مش كذا، وتلوم نفسك يا ريتني كنت اخدت قرار صح، يا ريتني كنت قدرت اتصرف، لو بس ارجع للماضي يمكن اقدر اغير اللي حصل. ثانيا القلق الشديد جدا لما تكون عايز تاخد قرار معين في الحاضر وعمال تحسب مزايا وعيوب كل خيار ومش قادر تتحرك وتنفذ وتاخد اي قرار. ثالثا القلق من المستقبل اللي هو اصلا مجهول، كل مخاوفك الكبيرة مش شرط خالص انها تحصل، اكتر من 90% منها بيبقى مجرد مشاعر بس ملوش اي علاقة بالواقع. طب دي كده الاسباب الرئيسية اللي بينحصر فيها كل اسباب تفكيرك وقلقك. طب تعالوا نفسرهم علميا كده ونعرف ده ليه ممكن يبقى بيحصل. اولا وبالنسبة لاسباب الماضي، ممكن يبقى سببه جلد الذات وانك بتندم بشدة على حاجات المفروض انها خلاص ماضي وعادي. ثانيا وبالنسبة للحاضر المثالية، وانك بتبقى عايز تختار الحاجة اللي خالية خالص من العيوب، مفيهاش عيوب خالص، بتدور على قرار كله مميزات وده غير واقعي تماما. ثالثا ممكن يبقى محاولتك اصلا على توقيف افكارك. رابعا فكرة انك قلقان نفسها ممكن تسبب لك قلق، قلقان من كونك قلقان. خامسا بقى ممكن تبقى بتتجاهل خالص المشكلة وتتنساها وتعمل مش فاكرها، تمسك بقى تتصفح السوشيال ميديا او تتفرج على الفيلم اللي بتحبه. هتستريح لحظيا بس عقلك هيبقى عارف ان في حاجة انت عمال بتتهرب منها ومش هيبطل برضو تفكير فيها. سادسا وبالنسبة للمستقبل، ان عقلك دايما بيميل لتضخيم الاحتمالات، يعني لو في احتمال نسبة حدوث 1% هيشوفه على اساس انه 100% وهو ده المؤكد وهو ده اللي هيحصل. سابعا مش متقبل فكرة ان المستقبل مجهول وانت هتستناه وهتشوفه هتشوفه. من وجهة نظرك تحصل المصيبة دلوقتي بس مفضلش مستني كده ومش عارف ايه اللي ممكن يحصل. طب ازاي نتغلب على كل الاسباب دي علشان نتخلص من كل مشاكل التفكير المفرط؟ اول حاجة وهي الوعي العام بالمشكلة ثم الوعي اللحظي. مش هتقدر تحل مشكلة وانت مش معترف بوجودها اصلا، لازم تعرف المشكلة عشان تقدر تحلها. يعني لازم كل ما تكون بتعمل تفكير مفرط تبقى واعي كويس جدا ان دلوقتي ده بيحصل لك. ثانيا التعلم من الماضي، تعود دايما اي تجربة بتمر بيها تاخد منها خبرة تتعامل بيها في الحاضر وفي المستقبل، واعرف ان لو في اي موقف حصل في الماضي كان مسبب لك احراج فمفيش حد اصلا بيفتكره غيرك انت وبس، الناس كلها مشغولة في نفسها. ثالثا خليني اقول لك حاجة، ما تفكرش في قطة، ما تفكرش في قطة. اظن اكتر صورة حاضرة في ذهنك دلوقتي هي صورة القطة، فانت ما تحاولش دايما تقاوم الافكار وتحاول تمنع نفسك من التفكير فيها لانك مش هتفكر غير فيها. حاول تتأقلم معاها من غير ما تستجيب ليها بالسلب وتحس بقلق. رابعا انت قلقان، بس قلقان جدا من قلقك. انا قلقان جدا، انا هيجيلي مشاكل من القلق، انا هموت من القلق. طب ده مجرد قلق، ليه تقلق من قلقك؟ كونك قلقان ده امر طبيعي جدا، لكن انك تقلق من انك قلقان فدي مشكلة اكبر. قول لنفسك عادي انا مجرد قلقان شوية وده طبيعي جدا، لما اتعامل مع المشكلة وابدأ احلها كل حاجة ان شاء الله هتتحل. واعرف ان مش كل حاجة انت حاسس بيها لازم بالضرورة تحصل. خامسا ابدأ خطط ونفذ على طول، ما تستناش خالص القرار المثالي او ما تستناش تلاقي قرار خالي خالص من العيوب لانه ببساطة مش موجود. سادسا ما تلجأش ابدا لتجاهل المشكلة، انت بتضيع وقت اكتر لما تبدأ ان انت تتجاهل وتتهرب منها سواء بتصفحك للسوشيال ميديا او بفرجتك على التلفزيون. ما تعملش كده نهائي، ابدأ على طول خطط ونفذ. رقم 7 اتعود دايما تاخد القرارات السريعة في الامور البسيطة، في مطعم مثلا ومحتار مش عارف تطلب ايه بالظبط، ما تستناش خالص تلاقي القرار الافضل، اتعود تختار على طول وكده كده ايا كان اللي اخترته هيسد جوعك، ولو طلع مش الخيار الافضل عادي الدنيا تجارب، خد خبرة بعد كده. رقم 8 وبالنسبة للمستقبل، اتعود دايما تتوكل على الله وما تشيلش اي هم ابدا، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخده خصاما وتروحوا بطانا. فالمستقبل ده مجهول وبايد ربنا، فانت دايما سلم امرك لله
وخليك واثق ان ربنا مش هيضرك ابدا، مش هيختار لك اي حاجه تضرك حتى لو كانت بتبدو كده. لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. رقم 9، تعود دايما تكتب كل الافكار الكتير اللي بتجيلك على ورق او حتى في النوتس، ده هيساعد مخك انه يتخلص منها. رقم 10، اتحرك كتير وحاول تتعود تمشي. لما بتمشي جسمك بيقلل من التوتر، بيعمل استرخاء، وكمان بيخلص من مشاكل كتير. رقم 11، وخليني اقول لك على حاجه قبل ما نبدا رقم 11، الافكار الكتير اللي عماله تتكرر جوه دماغك لازم تلاقي مخرج، ولو ما لقيتش هتفضل تتكرر اكتر واكتر واكتر، هتفضل في حلقه دائريه كده مش بتنتهي، عامله بالظبط زي لما يكون في اغنيه شغاله في دماغك وانت عمال تحاول توقفها ومش بتقف خالص. طب ازاي نقدر نلاقي مخرج للافكار دي؟ هتعمل كده عن طريق ان انت هتتخيل الاسوأ، تتخيل اسوأ سيناريو ممكن يحصل وتتخيل الاسوأ منه كمان. حاول لكام دقيقه كده تفكر فيه وتحاول ان انت تتخيله وتتقبله. ايه يعني لما يحصل كل اللي في دماغك؟ ايه يعني لما يحصل الاسوأ منه؟ هتموت مثلا؟ راحت منك الجنة مثلا؟ هتكتشف بعدها ان كل مخاوفك كانت مجرد مشاعر بس، وهتقدر بعدها تسترخي وتفكر بشكل ايجابي اكتر وتبدأ تتخيل الافضل وتتفائل بيه وتعمل من اجله. رقم 12، حاول دايما تحسب الاحتمالات الكبيرة اوي في عقلك، قدر نسبتها كده ممكن تبقى كام، هتكتشف ان نسبتها اقل بكتير مما انت متخيل. كتير من الناس مثلا ممكن يبقوا خايفين قوي عند ركوب الطياره، ده لانهم مش بيتخيلوا غير انها هتقع بيهم وبس، لكن لما بيعرفوا ان نسبه حدوث ده لا تتجاوز 1% اصلا، بيبداوا ان هم يهدوا ويعرفوا ان كل مخاوفهم دي كانت مجرد مشاعر بس ملهاش اي علاقه بالواقع. لايك وسبسكرايب واستنوني ان شاء الله في كل جديد.